ورجعنا لحضراتكم مرة تانية بعد الاستراحة، وطبعا معانا الفقرة الطبية. كتير مننا زي ما لازم دايما بنهتم بأفضل أنواع الأكل، كمان من ناحية تانية بنساعدكم تحافظوا على صحتكم من أي أمراض، وخاصة السمنة، لأنها طبعا بتكون مفتاح لأكتر من 46 باب للأمراض المختلفة. خلينا نعرف النهاردة أكتر عن طرق التخلص من السمنة مع ضيفتي المشرفاني ومنوراني دكتور دينا أبو سعود، المستشار الطبي لشركة بايو ناتشرالز. ده اللون القمر حبيبي، أنت لابس أصفر النهاردة ومنور، والإشارب أصفر. عاملين ماتشنج مع بعض، ماتشنج رائع أنا وأنت والله يا عزيزي. وعملت رز بالألوان، أنا اتفرجت عليك. إيه رأيك يا دينا؟ فظيع. أنا أول مرة في حياتي أشوف كل الألوان دي على الرز. أنا والله عملته عشان فرودي كانت سبب. أنا في قلت أكيد ده للأطفال. اه دي يعني حقيقة، عشان يحبوا الاكل. يعني انت عارفه الالوان اصلا بتبقى مبهجه لاي صحيح. حد، يمكن عشان كده لابسه اصفر النهارده. لا جميل الصراحه، متالقه دايما يا دندونه حياه قلبي. طبعا احنا بنتكلم عن باب مهم بيقولوا ايه دايما هو باب كتير من الامراض، ونتمنى من الله ان حتى اللي في مرحله من السمنه يلحق نفسه بقى ويبدا طبعاً. ياخد قرار انه لازم بجد يحافظ على صحته. هي مش شكل قد ما انت قلتي قبل كده يدينا انها حفاظ على صحتنا. طبعا ادينا بقى كده الأول بريف سريع وعلامات مؤشرات إيه خطورة السمنة على صحتنا. تكتلات الدهون والدهون الزيادة اللي بتتراكم على الجسم، أولا دهون ثلاثية في الدم، ثانيا كوليسترول، ثالثا بقى نخش في العميق، مشاكل في القلب، مشاكل في الضغط، مشاكل في مستوى السكر في الدم، مشاكل في مقاومة الإنسولين، مشاكل في العظم، مشاكل في الركبة، مشاكل في الظهر، مشاكل في الطاقه نفسها. يعني حتى انا وانا لو انا تخينه قوي قوي ما اقدرش اتحرك اخلص مهامي اليوميه. كل الحاجات دي بتبقى اساسها السمنه. صحيح. وخلي بالك دراسات كتيره قوي اثبتت ان السكر النوع الثاني بيبقى باب من السمنه. السكر النوع الثاني وليس الاول، لان الاول بيبقى مرض مناعي واحنا عارفين بيبقى بياخدوا فيه الانسولين. اللي بياخدوا فيه الانسولين غير الشكل الجمالي. واحيانا كتير اللي بيتخن كتير او اوفر ويت قوي بيجي وقت بنخش في مراحل اكتئاب. وخلي بالك النفسيه باب رئيسي لامراض كتير، يمكن ناس كتير مش عارفه ده يا عظيمه. أيوة. ان النفسيه لو انا دخلت في مشاكل نفسيه اوريدي هرموناتي كلها بتتلخبط، وخلي بالك اول ما الهرمونات بتتلخبط بنتخن على طول. صحيح. لازم الست بالذات الست تظبط هرموناتها، لازم تظبط التوتر، وده صعب لان احنا يعني عاطفيين وحساسين، اي مشكله بتخلينا ايه وانا كده برضو. أيوة. فبتلاقي كلنا فبتلاقي مشاكل في الهرمونز، مشاكل لخبطه، ومشاكل في نسبه الكورتيزول. كورتيزول ده اللي بيتفرز كتير ده. فلازم نحد من التوتر النفسي. ولازم سمنه الاكل نتفاداها، لان احيانا بيبقى فيه سمنه وراثيه. أيوة. نتيجه الجينات، لكن معظم السمنه بيسموها سمنه مطبخ. صحيح. احنا قاعدين طريقه الطهي واساليب الطهي احنا بنستخدم ايه في الدهون ده، انت مهمه قوي قصه طريقه الطهي. طبعا. يعني الناس اللي بتاكل كل يوم فرايد ومقليات والحاجات دي يوميا وصبح وظهر، انت كده بتعرضي جسمك لكوليسترول عالي ودهون ثلاثيه واكسده. طب قولي احنا الكبار على الاقل خدنا فكره عن الموضوع. بقينا بس الولاد بقى مهمه قوي الثقافه دي نقلها للاطفال. صعب يا عظيمه انك انت تعرفي تعملي مونيتور للولاد ان كنتوا ما تاكلوش جانك فود، بيبقى صعب. الحل ليهم نحدده نقننه في ايام معينه. انا ما بقولش احل نفسي خالص. انا بقول انه ماشي ممكن في يوم في الاسبوع، لكن أيوة. ما يبقاش طول نمط الحياه للشباب. أيوة. كل يوم على الرغم زمان كنا بناكل، انا كنت باكل شخصيا بطاطس محمره يوميا. ده انا بحبها ما لا يقل عن 3 كيلو بطاطس محمره قد كده، وكور والقف بالظبط. بس زمان ما كانش زي دلوقتي. يعني كانت الدنيا حتى في الزرع وفي في فكره المزروعات او الـ أو, الـ او الزراعه كانت بحاجات ما هياش ضاره، وكنا نستخدم انواع زيوت كويس، كانت الدنيا لسه بخيرها زي ما بيقولوا يعني. فكنت اتربيت بقى على الحاجات دي. لكن دلوقتي الولاد طول الوقت الزيوت ممكن تبقى مكرره مره واثنين وثلاثه، بتقلي فيه اكتر من مره، فاحنا بنخاف بره البيت. لا هو ده خطر للي عايز يخس واللي مش عايز يخس. تكرير سخونيه الزيت ده بيعرضنا للاكسده، والاكسده باب رئيسي لالتهابات الجسم وحاجات لا قدر الله وامراض ربنا يعافينا منها يا رب. طيب انا دلوقتي لو بتكلم في قصه الشباب والاطفال اللي هو من سن 13 سنه مش عارفين نقول له لا كل ده وما تاكلش ده، لازم نقدم له
منتج او كورس مناسب ليه هو من نفسه، هيحس ان هو مش جعان قوي. دي الحاجه اللي تقدري تحجمي بيها شهيه الشباب، وطبعا عامل مساعد يعني عامل مساعد. ومهم ان الكورس يبقى مرخص من وزاره الصحه المصريه، ومهم انه يبقى مع المنتج اللي هيخسسني مالتي فيتامين يعوضني نقص الفيتامينات والمعادن. طب ايه الكورس اللي انا جايه اتكلم عليه؟ هو كورس اسمه بيستا. بيستا من احسن المنتجات اللي نزلت لانقاص الوزن بدون حرمان، لان انا ما بقولش الناس ما تاكلوش، وبطريقه صحيه وبطريقه مفيده. وطبعا زي ما انا شايفه معاكي يا عظيمه، بيستا اللي على ايدي الشمال هو ده المنتج اللي عباره عن الياف. مهم جدا ان انا اخد منتج مرخص من وزاره الصحه المصريه وعباره عن الياف، ان الالياف دي بتقدر لما بناخد بيستا مع كوبايه ميه كبيره تاخد حيز كبير في المعده، فبالتالي مش هعرف اكل كل الاكل اللي باكله. بلس ان الالياف بتتحكم لي في معدل الشبع، ان انا اقعد بالست سبع ساعات انا مش حاسه ان انا جعانه، ودي حاجه حلوه قوي قوي قوي. طبعا هي فتره كويسه يا دينا. طبعا. بالليل بقى احنا ممكن على حسب الحاله، يعني مثلا في ناس بتحب تاكل بالليل قوي، فاحنا بنقول لهم ده ياخدوه قبل مثلا ما يبداوا يبوعوا بالليل، اذا هم من الناس الليليه، كائنات اللي هي مثلا بيبقى شفتاتها بالليل بتبقى وقتها بالليل بيناموا 4 الصبح. ايوه، بدل ما المفروض النوم الصحي 11 بقى في السرير. بس خلاص في ناس بس في ناس غصب عنهم. بس انا على طول بحب اقول برضو اللي ليا واللي عليا ان النوم بالليل في ساعات الليل هو ده اللي بيظبط لي المناعه والتمثيل الغذائي والنوم وهرمون النمو وتظبيط الهرمونات كل ده. لكن فعلا في ناس بطبيعه عملهم ناس عندها ارق وات ايفر، فبتلاقي ما بيناموش قبل 3، فطبيعي ان انا ببتدي اكل من الساعه 12 بالليل، ابتدي احس ان انا جعانه واحده وافتح الثلاجه واكل. ده مش صحي خالص. فالناس اللي هي الليليه زي ما بتقولي عليها يا عظيمه، او اللي بتحب تاكل بالليل، لازم تاخد ساشت واحده من بيستا قبل الشعور بالجوع، قبل صح كده، على كوبايه ميه كبيره. حتى لو انا مثلا باكل قد كده على العشاء، هلاقي نفسي باكل ساندوتش. ساندوتش فيه الجبنه القريش، انا بحب الجبنه القريش طبعا عشان هي كلها بروتين، والجبنه البيضاء فيها دهون اقل بكتير من الجبنه الصفراء برضه، يمكن طبعًا. معلومه احب اقولها للناس. ازاي نقدر نحصل على بيستا؟ طبعا من خلال الارقام شركه بايو ناتشرالز، او من خلال صفحه بايو بيستا اللي موجوده على الفيسبوك، واكيد عندنا مندوبين يا عظيمه في كل انحاء جمهوريه مصر العربيه، بيوصل في كل المحافظات، كل المحافظات يا عظيمه. وكمان يا عظيمه ان شركه بايو ناتشرالز مقدمه فريق طبي لمتابعه الحاله يوم كل اسبوع، يقدروا يتابعوا الحاله سواء ست او راجل، وهياخدوا من بيستا كام ساشت. الفريق الطبي هو اللي بيحدد على الحاله وعلى الاوفر ويت، لما باجي احسب البادي ماس اندكس انا اوفر ويت قد ايه، هل المريض بيجوع بالليل ولا بيجوع الصبح، يعني كل حاله غير التانية، وكل كورس مختلف، فيقدر يتكلم عن طريق الرقم اللي ظهر على الشاشه والفريق الطبي يقدر يتابع الحاله. طب ما تحكي معانا كده عن منتج، يعني المكونات او العناصر الاساسيه موجوده جوه بيستا. جوه بيستا فايبرز او الياف، منها رده الشوفان ورده القمح وقشور السليم، وانا قلت الالياف مهمتها ايه، كبح الشهيه، فترات انا مش حاسه ان انا جعانه، وبتنظم لي عملية الهضم. وأرجع أقول برضو أن داخل منتج بيستا عندي الكروميوم. الكروميوم مهم قوي لزيادة معدل حرق، أو تقدر تحرق لي دهون المخزنة. الناس اللي بتشتكي من دهون متراكمة في منطقة البطن، في منطقة الأرداف، أو عندهم الحرق مش شغال بنفس الكفاءة المطلوبة مثلا. بالظبط بالظبط، ده الكروميوم. وطبعا الكروميوم كمان مفيد لمريض السكر، لأنه بيظبط مستوى السكر في الدم، وبيقدر يظبط لي مستوى الكوليسترول كمان في الدم. وعندي كمان داخل منتج بيستا فيتامين سي. كويس. فيتامين سي موجود، لان فيتامين سي كمان مهم جدا لحرق الدهون، واكسده بتعمل حاجه اسمها فات اوكسيديشن او اكسده الدهون، فبالتالي بنقدر نتخلص من الدهون المخزنه كمان بفيتامين سي. هايل، يعني كمان اصبح فيتامين سي مش بس عشان مناعه، واحنا محتاجينه على فكره فتره الشتاء. طبعا 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 احنا محتاجينه، يمكن هي فتره الشتاء اكتر فتره بنحتاج ان احنا دفء وطاقه اقوى طبعًا. واكتر ما بنعرقش كتير، فبنحتاج نشرب ميه كتير. بس خلينا نقول برضو ان مهم مع الالياف شرب الميه، يعني اكدي عشان يبقى في نجاح للمنتج بتاع بيستا، انه لازم ناخد ميه كتير عشان يحقق المعادله بتاعتنا.
الميه اساس كل حاجه حيه، والميه مهمه لكل العمليات الحيويه في الجسم، والميه مهمه لازاله الفضلات والسموم من الجسم، والميه مهمه للتعرق وللبول يعني صحه الكلى. وكمان بقى اهميتها مع كورس بيستا او مع منتج بيستا ان الالياف بتقدر تسحب الميه وتشفط الميه، فبالتالي لما باجي باخد بيست على كوبايه ميه فلما بتنزل المعده بياخد حيز في المعده. أوكي. فبدل المعده كان حجمها قد كده هي كلها متملت الياف، ففاضل حبه بسيطه، فنقدر الحبه البسيطه دي نستقبل فيها اكل مش كتير. اوكي، وعشان كده احنا لازم ندعى بفيتامينز برضو، يعني مالتي فيتامين اصبح طبعًا ضروره في حياتنا. طبعا شركه باي ناتشرز حتى مقدمه مع منتج بيستا مكمل غذائي اسمه ألبا مالتي فيت، طبعا مرخص من وزاره الصحه المصريه، ودي حاجه مهمه. لازم اخد الاثنين مع بعض، عشان انا الناس كتير قوي لما بتيجي تخس وتقلل اكلها بتلاقي ايه، انت خسيتي او انت بس وشك باين عليه، هو انت تحت عينيكي تعبان كده ليه؟ هو انت وشك ما فيهوش نضاره، طب يا بنتي كلي، يعني الكلام ده برضو بيضايق. او بشره جافه، بشره جافه. وطبعا جفاف البشره يبقى اساسي، احنا اصلا بنعاني منه في العادي في الشتاء، فما بالك لو كمان في مشكله طبعًا مسببه في الموضوع. انت عارفه يا عظيمه من اهم الفيتامينز اللي بتقدر تقضي على جفاف البشره، ناس كتير مش عارفه، هو فيتامين ب. فيتامين بي، احنا عارفين ان فيتامين بي مهم للالتهاب الاعصاب، صح؟ عارفين ان فيتامين بي الكوبالامين مهم لدعم كرات الدم الحمراء، فيتامين بي مهم لتحويل الاكل لطاقه، بس الجديد الناس كتير مش عارفه ان فيتامين بي مهم جدا لترطيب البشره. هايل. طب احنا ده في مجموعه فيتامين بي كلها. وطبعا عندي كمان بيوتين داخل ألبا مالتي فيت. البيوتين معروف لاهميته للشعر، عشان لما اجي اخس ما الاقيش شعري كله بيقع، انا عايزه شعري محتفظ. صح، لان الضوافر والشعر والبشره بيبان عليهم اول حاجه فعلا على طول. الضوافر وبشره وشعر على طول بيبان نقص الفيتامينز والمعادن يعني. أوكي. وعندي كمان داخل ألبا مالتي فيت اقدر اقول الزنك. الزنك مهم جدا لكل العمليات الحيويه في الجسم، ومهم لاي خلايا عندي بتتجدد. لما بتيجي تلاقي مثلا نقط بيضة في ضوافرك بيبقى نقص زنك، فاوريدي الزنك كمان موجود. لما بيجي شعرك يقع بيحتاج زنك، لان الزنك الشعر خلايا حيه بتقع وبتتجدد تاني، فزي ما انا قلت ان الزنك مهم لاي خلايا عندي بتتجدد. طيب. والزنك عندي اعلى تركيز طبعا بالنسبه للألبا مالتي، هو اعلى تركيز بالنسبه مقارنه بالمكملات الغذائيه الموجوده. طبعا. خلينا نستسمح حضراتكم نشوف حاله ايه اللي جربت بيستا، نشوف تجربتها ونرجع نستكمل مع دكتور دينا. احكي لنا قصتك مع بيستا وازاي ساعدك تخسي. انا اسمي ايه عاطف رجب، عمري 26 سنه، كنت 85 وبقيت 65. الموضوع كان صعب معايا جدا في الحركه، كنت مش بقدر امشي، رجلي كان الوزن تقيل عليها، ما كنتش بعرف اخد نفسي كويس، اللبس كان صعب جدا، ما كنتش بعرف البس في سني خالص، كنت حاسه ان انا بلبس لبس ماما يعني، الموضوع كان صعب قوي في اللبس. كنت بستخدم بيستا قبل الاكل بنص ساعه، ثلاث وجبات في اليوم، قبلها كنت بشرب الكوبايه. لا طعمه ما كانش فيه اي مشكله خالص، بالعكس هو طعم التفاح، فكان لذيذ يعني، ما كانش عندي اي حرمان من الاكل، كنت باكل عادي كل حاجه، بس هو اصلا كان بيسد الشهيه، كنت باكل اي حاجه بس قليل يعني، وجبات قليل. مبسوطه جدا، الحركه بتاعتي بقت خفيفه، بقيت قادره ان انا امشي براحتي، بقيت البس اللبس اللي انا عايزاه. بنصح اي حد عايز يخس في وقت قصير وبشكل صحي ان هو يستخدم بيستا. رجعنا لحضراتكم مرة تانية بعد التجربة الجميلة دي. خلينا نقول، هل بيستا مناسب لكل الأعمار؟ كورس بيستا مناسب من سن 13 سنة يا عظيمة، لجميع الأعمار يعني، حتى العمر الكبير يقدر ياخد بيستا بكل أمان. مناسب جدا جدا لأصحاب الأمراض المزمنة، من قلب، من ضغط، من سكر. فإزاي أقدر، أو من سن كام؟ من سن 13 سنة لجميع الأعمار، بالنسبة للستات والرجالة والشباب كمان. هاي، كلمينا بقى عن الكورس. الكورس أنتوا بتدعموه كمان بالمشروبات الخاصة بالشتاء عشان ندعم برضو الحرق. فخلينا نتكلم عن الكورس، كلمينا عن المكملات اللي معاك. كورس بيستا عبارة عن بيستا، المكمل الغذائي المسؤول عن إنقاص الوزن بدون الحرمان وبطريقة، عباره عن ألبا مالتي فيت اللي هو مالتي فيتامين مهم جدا. ألبا مالتي فيت بتاخد قرص واحد بس في اليوم. أوكي. لا احبذه قبل النوم، لان زي ما انا عارفه ان فيتامين بي بيعلي معدل الحرق، فممكن يعمل لي ارق، فانا باخد ألبا مالتي فيت بعد الفطار او بعد الغداء. كويس. معانا كمان الجرين كوفي او القهوه الخضراء للناس اللي حرقها بطيء، بيقدر يساعد
بيساعد جدا في عملية الحرق ويساعد في الميتابوليزم بتاع الجسم. هو يعني ده الكورس بتاعه. ده الكورس. طيب احنا عايزين نتكلم بقى عن فكرة انه في فريق طبي يعني ده عشان لو لسه حد بيشوف فقرتنا دلوقتي، نتكلم عن انه الكورس ده احنا بيتواصلوا طبعا اي حد عايز من خلال الارقام دي بيروح لكل المحافظات طبعا. صح كده؟ بيروح لكل المحافظات. شركة بايوناتشرز اكيد مقدمة فريق طبي من افضل الدكاترة اللي يقدروا يتابعوا الحالة مريض السمنة، ودي حاجة مهمة ان انا اتابع المريض السمنة، ان انا اشجعه عاطفيا ووجدانيا واعرف كل اسبوع هو خس كام كيلو. فده متابع. مهم. فالمتابعة دي مهمة جدا جدا لاي حد عايز يخس. طيب قولي لنا بالنسبة لأصحاب الأمراض المزمنة دي، الناس اللي عندها كوليسترول عالي، ضغط، سكر، نتكلم بالنسبة بقى لأصحاب الأمراض المزمنة، هو آمل إن هو حاجات طبيعية؟ طبعًا طبعًا. أوكي، كلمينا عنه بقى. طبعًا مريض الضغط ومريض السكر ومريض القلب يقدروا يستخدموا كورس بيستا بكل أمان، ما عنديش أي مشكلة إن أصحاب الأمراض المزمنة ياخدوا الكورس، وكمان الكروميوم أصلًا بيظبط مستوى الكوليسترول في الدم. الكورس كمان بيظبط مستوى السكر، لان الكروميوم بيقدر يظبط مستوى السكر، فما عنديش مشكله انه ياخده. بالظبط بالظبط. طب معانا مي، ناخد مي. اهلا وسهلا مي، اتفضلي يا ميوي. الو انا معاك. اين انت؟ ازيك يا حبيبتي، اتفضلي. الحمد لله. والله يا سيف انا بحبك جدا. يا روح قلبي يعني. يا روحي، ده شرف ليا حبيبتي والله. اتفضلي قوليكي اي سؤال يا جميله. انا هحكي تجربتي يعني عن بيستا. جربتيه؟ قولي لنا فورا. جربتيه من امتى يا مي؟ انا بقالي شهر بستخدمه. تمام. كان بقالي شهر بستخدمه. انا كان في الاول عندي زياده في الوزن، شفت دكتور سينا وهي بتتكلم الحقيقه يعني ان انا عشان انا كنت بعاني من السمنه، فهي اتكلمت في شويه حاجات كده كانت مهمه بالنسبه لي جدا، ابتديت ان انا اقتنع بالكلام، فقلت طيب خليني اجرب الحاجه دي زي ما احنا بنجرب طبعا. طب قولي لي يا مي، انت بقالك شهر بتستخدميه، خسيتي كام كيلو؟ خسيت 10 كيلو. ما شاء الله، حلو، معدل حلو قوي قوي. طب بتاكلي اللي انت عايزاه، بس يعني ما فيش حرمان في الاكل زي ما انا بقول، بس المقدار الاكل قل مع بيستا، فدي حاجه اكيد كويسه جدا. طب قولي لي يا مي، بتاخدي معاه قلب مالتي فيت؟ ده مهم قوي عشان شعرك وعشان بشرتك وعشان ضوافرك كمان. طبعا باخد انا اخدت الكورس كله، اخدت القهوه الخضراء. ايوه. والقلب والبيستا. وقولي لي تجربتك مع الفريق الطبي بتاع شركه بايوناتشرالز، بيتابعوا معاكي الحاله كل اسبوع؟ هو احلى حاجه الصراحه كانت في الموضوع ان انا باكل اكل البيت. ايوه كويس. ما بحسش ان انا بحرم نفسي من حاجه، لان دي انا جربت حاجات قبل كده تخسيس، كنت بعاني من فكره ان هي كيميكال، فاول ما ببطلها بتخن. ما دي المشكله. كانت كويس فكره بيستا ان انا باكل نفس اكل بيت، انا مش محتاجه ان انا اعمل دايت في حاجه، فده خلاني ان انا اقدر اكمل. حبيبتي. طب قولي لي يا مي، الفرق في نفسيتك قبل ما تستخدمي منتج بيستا وبعد ما استخدمتيه، والفرق ال 10 كيلو دول فرقوا في نفسيتك ازاي؟ فرق كبير جدا طبعا. انت عارفه يا صاحبي العظيمه، انا بقيت مبسوطه من نفسي وانا بلبس. طبعا طبعا. قدام المرايه طبعا. انا بجد بشكر دكتور دينا يعني. انا حبيبتي يا مي، تسلمي. فرقت معايا جدا كلامها، وان شاء الله يعني اكمل. انا عندي تارجت ان انا اوصل ل 50 كيلو كمان يعني. طيب حلو، كملي مع شركه بايوناتشرالز، وهستنى تليفونك تاني يا مي كمان شهر كمان، قولي لي الدنيا معاكي ايه. ومبسوطه بمكالمتك. جربتي الكفته كمان يا مي؟ ايوه، والرز الالوان يا مي، عشان نشوف مع بيستا والكفته بتاعت الشيف عظيم عملتي ايه. احنا بناكل كل حاجه يا حبيبتي، بالهنا والشفا حبيبتي. وده الحلو في المنتج. شكرا ليكي لمداخلتك يا حبيبتي والله جدا. خلينا ناكد تاني معلش، عشان فكره ان في ناس كتير ما بتحبش تروح لدكاتره تغذيه، الانتظار، فكره انها زيارات متكرره. احنا دلوقتي بنقدم، شركه بايو ناتشرالز بتقدم خدمه مجانيه لعملائها، صح كده؟ طبعا. عن طريق المتابعه. فبفضلك يا دكتور دينا اكدي المعلومه دي بارقام التليفون. شركه بايو ناتشرالز بتقدم فريق طبي لمتابعه الحاله كل اسبوع بالمجان. اول ما بيكلموا كل بني ادم ليه كورس مختلف عن الثاني، التاريخ المرضي، الاوفر ويت قد ايه، الست كان بياخد كورسات قبل كده ولا ما بياخدش. بالظبط، فكل ده اللي يقدر يحققه. الكورس اهو قدام حضراتكم. بالظبط. طبعا شركه بايو ناتشرالز ارقامها ظاهره على الشاشه. بنوصل الكورس لكل محافظات مصر، عندنا مندوبين في كل المحافظات. طب الحمد لله. ونقدر كمان نتواصل عن طريق صفحه الفيسبوك اسمها بايو بيستا.
بنقدر نتواصل عن طريق الصفحه لو عايزين نستفسر على اي منتج او حتى لو عايزين نطلب الاوردر، واوريدي كمان الفريق الطبي موجود على صفحه بايو بيستا. طيب بصي انا هسال سؤال سريع عشان بس اصدقائنا ما يزعلوش. دي اسراء علي بتقول انا وزني 130 كيلو وطولي 155، عندي مشكله اني بحب الاكل السريع جدا يا حبيبتي الفاست فود ومش قادره ابطله، انا سني 27 اعمل ايه؟ هي مشكله الفاست فود على فكره يعني زيها كتير، واحنا كده بنحب الاكلات اللي فيها الصوصات والحركه. احنا معانا كمان حالات اهي ظاهره على الشاشه. طبعا دي حالات الحالات اللي خست بالفعل مع بيستا يا جماعه، يعني قول قبلوا ان احنا نعرض الصور الخاصه بيهم، عشان في ناس بنحترم رغبتهم جدا في عدم ظهور الصور، من حقهم عادي مش مشكله. صح خالص صح. وهنا طبعا الفرق رهيب بين القبل وبعد. انسانه حالتي ومبسوطه بيه. انا بفرح بالاراده جدا، بتبسط بالسيدات اللي عندها اراده او بالرجال اللي عندهم اراده قويه في الموضوع. طبعا لا لا لازم نبقى عارفين كلنا ان السمنه مش هتفيدنا قد ما هتضرنا قوي قوي قوي. بقول البنت اللي بتحب الاكلات السريعه تجرب معانا منتج بيستا، هي من نفسها حتى لو كانت بتاكل اكلات سريعه هتلاقيها بتاكل قطمه ومش قادره تكمل، وبعد فتره تقدر تمشي. المهم برجع اقول مهم الاكل الصحي سواء يعني بيستا او من غير بيستا، الاكل الصحي ضروري جدا. طب قولي لنا بقى من فضلك طرق التواصل مره اخرى والصفحات عشان لو حد عايز يتواصل مع الشركه. زي ما احنا شايفين دلوقتي صفحه بايو بيستا على الفيسبوك نقدر نتواصل. أيوة. ونطلب الاوردر او عن طريق ارقام شركه بايو ناتشرالز. الارقام بتبقى ظاهره على الشاشه طول فتره البرنامج او طول الفقره بتاعتي دي الارقام. وطبعا شركه بايو ناتشرالز برجع اقول مقدمه او موفره فريق طبي كامل لمتابعه الحاله بالمجان كل اسبوع، وموفره مناديب في كل محافظات مصر، نقدر نوصل لاي حته في مصر. حبيبتي يا دندنه نورتيني وشرفتيني بالاسفريكه. حبيبتي واسمحوا لي طبعا اشكر ضيفتي اللي شرفتني نورتني النهارده، دكتور دينا ابو السعود مستشار الطبي لشركه بايو ناتشرز. نورتيني يا دندنتي. حبيبتي دورك يا عظيمه. وبشكر حضراتكم شكرا جزيلا كل متابعينا الكرام من خلال شاشه قناه الاهلي، تحيه وحب وتقدير لحضراتكم. من هنا الحلقه جديده، اتمنى من الله ولا يكتر على الله، اشوفكم على الف خير وصحه وسلامه وسعاده، وسلام عليكم.